طيب السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشين كالعادة. والمرة دي انا جايب لكم فيديو جامد جدا من عيار تيل، لان انا جايب منتجات غريبة وجديدة بالنسبة لي، وان شاء الله يبقى طعمها جامد كده ونجربهم كلهم سوا. بس الاول عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، فكل يعمل لايك حلو. طبعا سوشيال سبسكرايب، عايزين نوصل 100000 سبسكرايبر في اقرب وقت من غير ما اطول عليكم. يلا بينا ونبدا. اول حاجة مع شيبسي او كاراتيه جديد اسمه افاتار، والبتاع ده انا لقيته منتشر في كل حتة تقريبا. والغريب ان هو من انتاج شركة امريكانا، يعني المفروض امريكانا بقى بتاعت كل حاجة تقريبا، ده حتى ماك وكنتاكي تبع امريكانا. فيا ترى البتاع ده يبقى طعمه جامد ولا لا؟ تعالوا نشوف. والغريب ان هم كاتبين لك بقى اللي هو ايه، يعني كل وسكان ويلعب. المفروض بقى احنا لو عملنا سكان للكود اللي هنا هنلاقي بقى عملوا لنا لعبه جديده او حاجه، يعني حوار كده شكله غريب. ممكن نبقى نجربه في التيك توك، بس خلينا بقى نجرب الكاراتيه الغريب ده. بالنسبه للكميه فالصراحه هو مليان لتوب عينه، وده سعره 5 جنيه. بالنسبه للريحه بتاعته فريحته يعني واضحه، والغريب بقى الطعم بتاعه كاتبينه اللي هو جبنه وهلبينه، يعني مش الجبنه بس لوحدها ولا الهلبين لوحده اللي هو الفلفل الحلو، لا الاثنين خلطينهم مع بعض. فتعالوا كده نجربه، بسم الله. بالنسبه للطعم والقرمشه فالبتاع قرمشته حلوه جدا. بالنسبه للطعم فالصراحه هنا طعم الجبنه واضح وطعمه حلو جدا، لكن طعم الفلفل الحلو مش حاسه، يعني الا حاجه طفيفه مثلا حرقان خفيف كده في سقف بقي، لكن ككل هو طعمه جبنه. فده كتقييم انا هديله تقييم 8 من 10. والتاني منتج معانا اسمه ميرانو، والصراحه تحسه كده ان هو مستورد لاول وهله، بس هو عادي صنع في مصر. وده المفروض اللي هو بسكوت بالشوكولاته، وده المفروض اللي هو السوداني اللي بيبقى بالشوكولاته بقى وطعمه ملون بتاع. تعالوا نجرب كل واحد فيهم. اول حاجه مع مرانو اللي هو مكتوب عليه اللي هو كريسبي، متغطي بقى بالشوكولاته او كريمه الشوكولاته. كده شكل الكور الموجوده جوه، بسم الله. طعم الشوكولاته اللي مغطيه البسكوت ده حلو جدا الصراحه، لكن طعم الكريسبي اللي جوه مش حاسه اللي هو القرمشه اللي انت تبقى متخيله او بتاع، هو مقرمش، تحس ان هو بسكوت عادي مش الكريسبي اللي هم كاتبينه. بس كاوفر اول التجربه بتاعته جميله جدا، يعني ده ممكن اشتريه مره ثانيه. خش بقى على ثالث منتج معانا اللي هو ميرانو اللي هو المفروض السوداني المتغطي بالشوكولاته، وكاتبين عليه ان هو فان سايز. يعني ايه فان سايز؟ انا مش عارف، بس تعالوا نشوف يعني حجم بتاعه عامل ازاي. وده كده شكل السوداني، بسم الله. السوداني ده بيفكرني بسوداني كده كنت باكله زمان وانا في ابتدائي، كان بيبقى في بتاع كده بلاستيك، بيبقى يعني اكله السوداني وبعد كده البتاع البلاستيك دي بنخبطها فيقوم طاير الغطا، يعني كان حوار كده. لو لقيت الصوره بتاعته هحطها لكم، بس البتاع ده فكرني جدا جدا بالطعم بتاعه، صراحه طعمه حلو جدا. اللي اكتشفته كمان ان هو الالوان دي بقطعمها، يعني مثلا اللون اللبني ده بطعم النعناع، انا كنت بحس ان انا باكل سوداني بالنعناع، كان احساس غريب بس احساس جديد بالنسبه لي، والصراحه عجبني جدا. ورابع منتج معانا من شركه فاندي، وصراحه فاندي دي بتقدم بسكوتات وحاجات غريبه جدا على طول، يعني بستغرب الحاجات اللي بتبقى جايه منها. وده اسمه بو بو او مش عارف بينطقوها ازاي، المهم يعني وبو كون، ده المفروض بتبقى كون متغطي بالفراوله او عليه فراوله ومن قلبه جواه شوكولاته. فيعني تعالوا نجرب الميكس الغريب ده. وده كده شكل الكون، والصراحه يعني شكله حلو جدا. وبعدين بقى بصوا الفراوله والشوكولاته مع بعض، تعالوا كده يعني ناخد القطمه الشامله كل حاجه. البتاع ده اختراع، يعني عايز اقول لكم ان ده اجمد حاجه انا جربتها في كل المنتجات اللي انا لسه مجربها دي، واعتبر من اجمد الحاجات اللي انا جربتها من مده طويله. الكريمه والشوكولاته او الفراوله والشوكولاته اللي جوه دول عاملين طعم جامد جدا مع بعض. تعالوا بقى نجرب مثلا الشوكولاته لوحدها والفراوله كده لوحدها، بسم الله. طعم كل حاجة فيه يعني عالمية، البتاع ده جامد جامد قوي، يعني البتاع ده انتوا لو لقيتوه انتوا لازم تجربوه. البتاع ده انا هديله تقييم 9.5 من 10، حلو جدا بالذات طعم الفراولة ده يعني في الجون. خش بقى على خامس منتج معانا برضو من شركة فان دي، وعاملين هنا بقى اللي هو العصيان اللي بتبقى بالطعم شبه مثلا اللي هو البيك ستيك، اللي هي المفروض بيك رولز بس عامل بيك ستيك. المهم يعني المفروض ده عيدان بطعم الزيتون، فتعالوا نجربه. ده كده شكل العيدان، والصراحة الكمية اللي جوه معتبرة جدا، وفي ريحة زيتون واضحة في العيدان دي، بسم الله. القرمشة بتاعت العيدان دي مش أجمد قرمشة، مش شبه مثلا بيج ستيك، بس صراحة مريحة جدا بالنسبة للأسنان لو الناس بتتعب مثلا من القرقضة والحاجات دي، فدي تعتبر مثالية جدا بالنسبة لهم. لو أنتوا بقى بتحبوا القرمشة الجامدة فممكن تتجهوا للبيج ستيك. أما بقى بالنسبة لطعم الزيتون فهو الصراحة طعم الزيتون هنا مش أجمد حاجة أنا جربتها، يعني طعم الزيتون مش الواضح قوي، بس لا يزال يعتبر معادله موزونه من كل حاجه، لان هو
يعني الملح مظبوط، طعم الزيتون مظبوط، القرمشه بتاعته مظبوطه، فهو كوفر اول جميل. بس بقى دي كانت كل المنتجات اللي احنا جربناها في الفيديو بتاع النهارده. لو عايزين بقى جزء تاني نجرب ايه فيه بقى مثلا المنتجات الغريبه والعجيبه والحاجات دي كلها، فقولوا لي في الكومنتات. طبعا سوشيال لايك والسبسكرايب، عايزين نوصل 100,000 سبسكرايبر في اقرب وقت، يعني لو وصلنا عليها مثلا قبل شهر 11 كده تبقى جامده جدا. وشكرا، الفيديو اللي جاي، سلام.